المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينشر تقريرا حول إشادة الأونكتاد بالاقتصاد ومصر الوجهة الاستثمارية الأولى إفريقيا في العام 2022. بوتين يؤكد قدرة بلاده على مواجهة الصعوبات التي تحاول بعض الدول الغربية خلقها بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تؤكد أنه لا ينبغي السماح لأي خلاف يؤدي إلى سوء العلاقات ما بين بلادها والصين. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء خلاله على إشادة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد بالاقتصاد المصري. واستعرض المركز الإعلامي في تقريره تأكيد الأونكتاد على أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، مشددا على أن مصر وجهة موثوقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بشهادة التقارير الدولية. واستعرض التقرير تطورات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ العام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار خلال العام 2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الأفريقية والثاني على مستوى الدول العربية، ذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات 5.1 مليار دولار في العام 2021، لتأتي مصر في المرتبة الثانية أفريقيا والثالثة عربية. كما احتلت مصر المركز الأول أفريقيا والثاني عربيا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020. طرحت وزارة الداخلية عبوات غذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% مقارنة بمثيلتها بالأسواق، ذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بكافة أنحاء الجمهورية. استمرارا لدور وزارة الداخلية الفاعل في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعدت منظومة أمان عبوات غذائية تحتوي على سلع ذات جودة عالية لطرحها للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأكثر احتياجا بنسبة تخفيضات تصل إلى 50%. المنفذ ده اسعاره يعني مش موجوده في حته تانيه، ده حقيقي، وخدت اللي انا عايزه كله. فعلا شامله حاجات كويسه وحاجات اساسيه وجودتها كويسه وسعرها كويس. الاصناف كلها متاحه باسعار طبعا مختلفه عن الاسعار بره بالنسبه للسوق، المنتجات كلها موجوده وباسعار اقل. بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادره. وعيشي حره يا بلادي في كل الازمنه ووقت لما تحتاجين. كما تطرح المنظومة هذه العبوات عبر منافذ متحركة، وهي سيارات تتوجه بها إلى الشوارع والميادين لضمان استفادة المواطنين من التخفيضات بأماكن كثيرة على مستوى الجمهورية من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية وموضحة على موقع الوزارة على الإنترنت، وهو ما يأتي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فاكرة هادي كانت زمان. مبادرة جميلة ممتازة، وفرت للناس كتير،
يعتبر الحاجه اللي معروضه باقل من نص الثمن كمان. بنشكر الرئيس على ان هو بيهتم بالناس الغلابه. ربنا يخليكم لنا وتحيا مصر. هكذا تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال المساهمات الاجتماعية والمبادرات الإنسانية وتوفير احتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فاكرة هادي كانت زمان، وبلدي جه التاريخ من بعدها، وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة كلنا واحد، ونشكر سيادته لتوفير السلع الغذائية بأسعار رمزية في محافظة شمال سيناء. تحيا مصر. 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 قدمت البعثة الطبية المصرية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام خدماتها العلاجية والوقائية لأكثر من 25 ألف حاج منذ بدء رحلتهم المقدسة وحتى الآن. وأوضحت البعثة الطبية أن عدد الموجودين بالمستشفيات السعودية 32 حاجا مصريا فقط، منهم 20 بالعناية المركزة ويتلقون العلاج اللازم لهم وحالتهم مستقرة. في ظل تواجد ضيوف الرحمن بالأراضي المقدسة بعد أدائهم الفريضة بأماكن إقامتهم، تتواجد عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم أوجه الرعاية الطبية للحجاج المصريين على مدار الساعة لتوفير أجواء روحانية لتلك الرحلة المقدسة. استنفر البعثة الطبية أطقمها الطبية لمرافقة الحجاج في كل مكان هم موجودين فيه. احنا بلغ عدد المترددين حتى الآن على العيادات الخارجية من الحجاج المصريين 25 ألف مستفيد موجود في المستشفيات السعودية حاليا 32 حالة بيتم متابعتهم على مدار الساعة من فريق طبي من البعثة الطبية مرتين يوميا، وبلغ عدد حالات الغسيل الكلوي 8 حالات. الحجاج المصريين اللي استفادوا من جلسات التوعية من فرق الطب الوقائي بلغ حتى الآن 39 ألف حاج لتوعية الحجاج للوقاية من ضربات الشمس والأمراض المعدية. معظم الحالات اللي جت بعد أداء مناسك الحج كانت معظمها نزلات برد واحتقان بالزور وتكسير بالعضلات وألم بالعضلات. الحمد لله الأدوية متوفرة والأطباء بيقوموا بالخدمات على أكمل وجه وتقديم الخدمة للحجاج على مدار الساعة. احنا مستمرين مع الحجاج إن شاء الله إلى أن يغادر آخر حاج مكة المكرمة بإذن الله. كانت الأدوية متوفرة، أدوية نزلات البرد الشائعة في نزلات البرد الشائعة دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها، سواء من أدوية خوافض حرارة أو مضادات حيوية أو مسكنات ألام، كل الأدوية متوفرة. 39 ألف حاج تم توعيتهم من خلال أكثر من 1300 ندوة توعوية في كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ومنع انتشارها منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى الآن. عندنا محورين دلوقتي، المحور الأول هو متابعة الإجهاد الحراري وارتفاع درجة الحرارة اللي موجودة هنا في المملكة، فاحنا شغالين مع الناس طبقا للتوصية اللي موجودة من وزارة الحج والعمرة هنا والبعثة الطبية المصرية ان احنا الناس تصلي في المساجد القريبة من الحرم، مش لازم تعمل على نفسها مجهود وتروح الحرم وتصلي في الشمس لان ده بيعرضها لضربات الشمس والإجهاد الحراري، واحنا في غنى عن الكلام ده. عندنا في استبيان في الحجر الصحي في المطار للحجاج القادمين، بنشوف ايه اللي مروا بيه من اعراض او اذا مر بيهم اي امراض معدية او اعراض مرت عليهم. ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين اثنوا على الخدمة العلاجية التي قدمت لهم سائلين الله القبول. فصوتي راح والكحة وكده، فجيت للدكتورة، الدكتورة كشفت عليا تمام زي الفل، والصيدلي اداني العلاج زي الفل والامور زي الفل الحمد لله. جيت كشفت كنت تعبانة في صدري، جيت كشفت كشفولي وادوني الروشتة وكتبوا لي العلاج. يعني جابوني هنا ناخد جلسة اكسجين والحمد لله احسن يعني من جيت هنا الدواء اتغير، والعادي عايز علاج تاني نوع تاني جابوهولي، معاملة جيدة جدا. ناس كويسة يعني، استقبال كويس ومعاملة كويسة يعني صراحة، ربنا يبارك فيهم جميعا. جهود مضنية تبذلها الكوادر الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتوفير خدمات علاجية ووقائية تصل لمستوى الرقي لضيوف الرحمن أينما كانوا. محمد حلمي، التلفزيون المصري.
استشهد شاب فلسطيني شمال محافظة رام الله متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي. يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا اليوم إلى 3 شهداء، بينهم شهيدان في مدينة نابلس اغتالهما الاحتلال صباحا عقب اقتحام البلدة القديمة، فيما يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 201 شهيد. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية وجود حراك عربي ودولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية كمخرج وحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال استقباله وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ثمن الرئيس الفلسطيني مواقف سلطنة عمان الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية. ومن جانبه سلم وزير الخارجية العماني رسالة خطية من سلطان عمان هيثم بن طارق إلى الرئيس الفلسطيني، تناولت دعوة للرئيس الفلسطيني لزيارة سلطنة عمان لتعزيز العلاقات الثنائية والتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. إلى ذلك ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستخدام إسرائيل المفرط للقوة خلال العملية العسكرية في جنين بالضفة الغربية المحتلة مطلع الأسبوع. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي إن التصعيد العسكري يعزز التطرف ويؤدي إلى تعميق دائرة العنف وإراقة الدماء، داعيا إلى إعادة الأمل للشعب الفلسطيني بعملية سياسية جادة عبر تحقيق حل دولتين. الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في مخيم مكتظ للاجئين شكلت أسوأ أعمال عنف في الضفة الغربية منذ سنوات عديدة، وكانت تداعياتها كبيرة على المدنيين. وأدعو إسرائيل مرة أخرى إلى الامتثال لواجباتها المنصوص عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ممارسة ضبط النفس واستخدام القوة المتناسبة فقط، وواجب تقليل الضرر والإصابة واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها. وأذكر إسرائيل بصفتها قوة احتلال بأن عليها مسؤولية ضمان حماية السكان المدنيين من كل أعمال العنف. نقلت وكالة الأباء الفرنسية عن شهود عيان قولهم إن قوات الدعم السريع هاجمت مدينة بارا شمال شرق مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان ومناطق أخرى في السودان. وأشارت الوكالة إلى أن المدينة تكتسب أهمية استراتيجية نظرا لأنها تضم العديد من مستودعات تخزين المواد الغذائية والمساعدات الطبية لمنظمات الإغاثة، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن مطار المدينة الذي يكتسب أهمية لوجستية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثقته في قدرة بلاده في التغلب على كل الصعوبات التي تحاول بعض الدول الغربية خلقها. وناقش بوتين في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لروسيا الاتحادية الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتغلب على الصعوبات التي تخلقها بعض الدول فيما يتعلق بروسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ولفت الرئيس الروسي إلى أن تلك الدول لم تنجح في تحقيق الأهداف التي حددوها بحسب وجهة نظرهم الموجهة ضد موسكو. ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بغياب موقف موحد داخل حلف الناتو حول مسألة انضمام السويد وأوكرانيا، محذرا من أن هذا يشكل تهديدا للأمن العالمي. ووصل زيلينسكي إلى سلوفاكيا للقاء الرئيسة زوزانا كابوتوفا، ذلك في إطار جولة تشمل عدة دول أعضاء بحلف شمال الأطلنطي لحشد الدعم لمسعى كييف للانضمام إلى التحالف العسكري. كما تأتي تلك الجولة قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلنطي أيام 11 و12 من يوليو الجاري، والتي تسعى فيها كييف لنيل دعوة لبدء عملية الانضمام إلى حلف ناتو.
كان الرئيس الأوكراني طالب أيضا خلال زيارته أمس لتشيك بدعم بلاده بأسلحة طويلة المدى، وذلك لمواجهة القوات الروسية. من أجل حشد الدعم لتسريع انضمام بلاده لحلف شمال الأطلنطي، بدأ الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جولة أوروبية استهلها بزيارة بلغاريا، وذلك قبل نحو أسبوع على قمة الناتو في ليتوانيا. وخلال وجوده في بلغاريا، أعلن زيلينسكي اتفاق البلدين على تعزيز التعاون في مجال الدفاع، داعيا صوفيا للمشاركة في إعادة إعمار بلاده. ومن جانبه انتقد الكريملين زيارة زيلينسكي لبلغاريا العضو في الناتو، معتبرا أن الرئيس الأوكراني يحاول جر دول أخرى للصراع بين البلدين. وبعد نهاية زيارته لبلغاريا، توجه زيلينسكي لتشيك، حيث دعا من هناك قادة الناتو لاتخاذ خطوات ملموسة نحو منح العضوية لكييف في قمة الأسبوع المقبل. وتلقى زيلينسكي دعما خلال وجوده في براغ من الرئيس التشيكي الذي أيد مسعى كييف للانضمام إلى التحالف. وخلال القمة التي ستنعقد على مدار يومي 11 و12 من يوليو في فيلينيوس عاصمة ليتوانيا، تسعى كييف إلى الحصول على إشارة واضحة من الحلف على أن بوسعها الحصول على العضوية عندما تنتهي الأزمة مع روسيا. وفي أحدث تطور على ساحة المعركة، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا هاجمت ليفيف بصواريخ كاليبر أطلقت من البحر الأسود، مضيفة أنه تم إسقاط بعض من هذه الصواريخ. وأعلنت السلطات الأوكرانية أن صاروخا روسيا أصاب مبنى سكنيا في ليفيف، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربات خلال الليل على قواعد للقوات الأوكرانية ومخازن لعربات مدرعة أجنبية بها أسلحة عالية الدقة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام من قمة شمال حلف الأطلنطي أن بلاده ستتخذ القرار الأفضل بشأن عضوية السويد في الناتو. وقال أردوغان، الذي يستعد لاستقبال نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إسطنبول، أنه سيناقش انضمام السويد إلى الناتو مع الشركاء في القمة والتي ستعقد الثلاثاء في فيلينيوس عاصمة ليتوانيا. هذا ويناقش زيلينسكي مع أردوغان في إسطنبول التمديد المحتمل لاتفاق الحبوب في البحر الأسود وتبادل الأسرى ما بين موسكو وكييف. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ، قال إن الحلف يحاول تسريع مسار انضمام أوكرانيا إليه. وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أشار ستولتنبرغ إلى أن قادة الناتو سيؤكدون في قمتهم في ليتوانيا أن أوكرانيا ستصبح عضوا بالحلف، كما لفت إلى تحقيق بعض التقدم في مسار انضمام السويد للناتو. نحن نحاول قدر الإمكان من تقريب أوكرانيا من دول الناتو ولانضمامها كعضو كامل، وأنا متأكد، أنا أعتقد أيضا ستمكننا من التطرق إلى المسألة الخاصة التي تتعلق بعضوية أوكرانيا، ولكن لن أغوص في تفاصيل ذلك لأن الأمر سيعلن عنه حين يتم تقرير ذلك في سنتجات قمة فيلنيوس. أنا أتطلع قدما للترحيب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة الناتو، وأن يشارك أيضا في الجلسة الافتتاحية لمجلس أوكرانيا والناتو. في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد 10 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية في محور دونتسك وإسقاط مقاتلة أوكرانية في زابوريجيا، بالإضافة إلى تدمير 13 مسيرة أوكرانية. وأوضحت الدفاع الروسي أن قواتها صدت جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية في محاور دونتسك وكرانسي وليمانسك وجنوب دونتسك، حيث تمكنت من صد 10 هجمات أوكرانية، وبلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 420 جنديا بين قتيل وجريح في محور دونتسك وتدمير مدافع هاوتزر ومدفع كراب بولندي الصنع. قال المتحدث باسم الجيش الأوكراني أن القوات الأوكرانية تقدمت أكثر من كيلومتر في مواجهة القوات الروسية قرب مدينة باخموت في شرق البلاد، وأنها لا تزال تقوم بعمليات هجومية على طول الجبهتين الشمالية
والجنوبية. وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن قوات حققت نجاحا جزئيا بالقرب من قرية كليشيفكا إلى الجنوب الغربي من باخموت مباشرة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر بالجيش الروسي قوله قبل أيام إن قوات موسكو صدت هجوما أوكرانيا على كليشيفكا وتقوم بتمشيط المنطقة لطرد القوات الأوكرانية المتبقية. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها تعارض إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا. وقالت بيربوك إن ألمانيا تعارض ذلك أيضا بصفتها عضوا في اتفاقية الذخائر العنقودية التي تم التوقيع عليها في العاصمة النرويجية أوسلو في العام 2008 والتي تحظر استخدام الذخائر العنقودية وتخزينها وإنتاجها ونقلها. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين قالت خلال لقائها مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشانغ في بكين إنه لا ينبغي السماح لأي خلاف أن يؤدي إلى سوء فهم يتطور بلا داع إلى تفاقم علاقتنا الاقتصادية والمالية الثنائية. وأشارت يالين إلى أنه يتعين على كبار المسؤولين في البلدين تعميق الجهود البناءة بشأن استقرار الاقتصاد الكلي والتصدي للتحديات العالمية المشتركة. أضافت وزيرة الخزانة أن زيارتها للصين جاءت للبناء على هذا التوجه، مؤكدة أن الولايات المتحدة تسعى للمنافسة الاقتصادية السليمة. محادثات مكثفة أجرتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارتها إلى الصين بهدف تهدئة العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين البلدين، حيث لا يزال أكبر اقتصادين في العالم يشهدان معدلات توتر كبيرة تأتي انعكاسا للعلاقات السياسية المتوترة بينهما. وبدأت يلين اجتماعاتها في بكين بمباحثات مكثفة مع محافظ البنك المركزي الصيني وكبير مسؤول الاقتصاد في البلاد سابقا، حيث أعربت عن تطلع واشنطن إلى منافسة اقتصادية سليمة تفيد العمالة والشركات الأمريكية وإلى التعاون في مواجهة التحديات العالمية. نعتقد أنه من مصلحة كلا البلدين التأكد من أن لدينا خطوط اتصال مباشرة وواضحة على المستويات العليا. في المجال الاقتصادي يمكن أن تساعدنا التبادلات المنتظمة مع نظرائنا الصينيين في مراقبة المخاطر الاقتصادية والمالية. وعلى الرغم أهمية الزيارة اقتصادياً فإن سقف التوقعات المرتبطة بها ليس مرتفعاً، حيث يقر المسؤولون من كلا الجانبين بأن حماية مصالح الأمن القومي أكثر أهمية في الوقت الراهن من تعميق العلاقات الاقتصادية، وهو ما أكدته يلين بقولها إن الزيارة تتيح فرصة للتواصل وتجنب أي سوء فهم مع الجانب الصيني، وإن واشنطن ستتخذ إجراءات لحماية أمنها القومي عندما تقتضي الحاجة. وزارة المالية الصينية من جانبها أعربت عن أمل بكين في أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة لخلق بيئة مواتية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على النحو السليم، وهو ما تعهدت به وزيرة الخزانة الأمريكية خلال اجتماعاتها مع كبار المسؤولين الصينيين.
المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين لم تنعكس بشكل مباشر على حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي سجل رقما قياسيا العام الماضي بلغ 690 مليار دولار، مع ارتفاع الطلب الأمريكي على السلع الاستهلاكية الصينية ونمو طلب بكين على المنتجات الزراعية والطاقة الأمريكية، ولكنه انعكس بشكل مباشر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية، حيث تفرض واشنطن قيودا على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وهو الأمر الذي دفع بكين للرد بفرض قيود على تصدير الجيليوم والجيرمينيوم، وهما معدنان يستخدمان على نطاق واسع في صناعة أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية. حرص وزيرة المالية الأمريكية على إطلاق رسائل طمأنة للجانب الصيني منذ وصولها إلى بكين يؤكد الرغبة الأمريكية في تخفيف حدة التوتر بين القوتين العالميتين، إلا أن الجانب الصيني ما زال يريد أن يرى تغيراً أمريكياً ملموساً على أرض الواقع. أطلقت الولايات المتحدة عملية تدمير آمنة لصواريخها المحملة بغاز الأعصاب المعروف باسم السارين، ومن خلال عملية التدمير تلك تسعى واشنطن إلى تأكيد رفضها انتشار برامج الأسلحة الكيميائية التي تشدد على أنها لم تعد مقبولة في ساحات المعارك في ظل عدم انضمام عدد من الدول إلى اتفاقية حظرها. أعلنت الحكومة السويسرية أن وزراء دفاع سويسرا وألمانيا والنمسا وقعوا مذكرة تفاهم بشأن مشاركتهم في مبادرة درع السماء الأوروبي. وتعد منظومة سكاي شيلد الأوروبي هي مخطط دفاعي جوي مشترك أنشأته ألمانيا في العام 2022، وذلك لتعزيز الدفاع الجوي الأوروبي. هي القضية التي أصبحت موضع تركيز أكثر حدة منذ الأزمة الروسية الأوكرانية. بلغ عجز الميزانية الروسية للنصف الأول من العام الجاري 28.26 من 100 مليار دولار، وهو يتقلص بشكل حاد في يونيو مع تراجع الإنفاق وتحسن الإيرادات. وسجلت روسيا فائضا قدره 1.48 من 100 تريليون روبل في النصف الأول من العام الماضي، لكن النفقات الكبيرة لدعم حملتها العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية على صادراتها من النفط والغاز أضرت خزائن الحكومة الروسية. نقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن مصادر بأجهزة الطوارئ قولها إن 6 أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب 2 آخران جراء انفجار بمصنع للمتفجرات في مدينة تشابايفسك بوسط روسيا. قالت وكالة تاس إن الانفجار وقع أثناء تفكيك شبكة أنابيب وأنه لم يشب حريق. هددت شركة تويتر باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة ميتا بسبب حقوق الملكية الفكرية، وطلبت تويتر شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية لتويتر.
الجلسة مقبولة لكن الخداع مرفوض، عبارة أطلقها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة تويتر ردا على إطلاق شركة ميتا لمالكها مارك زوكربيرغ منصة ثريدز أو ما يعرف باسم قاتل تويتر لمنافسة الموقع المتربع على عرش منصات التغريدات القصيرة لسنوات عديدة. تويتر هددت باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة ميتا وفقا لما يسمى بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، ومطالبة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية لتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية. كان للتوقيت أهمية كبيرة في الإقبال الكبير على ثريدز الذي شهد مشاركة عشرات الملايين في ساعات معدودة، حيث تزامن الإطلاق مع إجراءات تويتر غير المألوفة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الحصول على مقابل مادي للحسابات وتحديد عدد معين من المنشورات لقراءتها يومياً فضلاً عن حذف العديد من الحسابات. خدمة ثريدز المصاحبة لتطبيق إنستغرام تشبه إلى حد كبير تطبيق تويتر، فهي تتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها، لكنها لا تتضمن أي إمكانيات لإرسال رسائل مباشرة، كما يمكن أن يصل طول المنشور إلى 500 حرف وأن يشمل روابط وصوراً ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق. ويعني تصدر ثريدز متاجر التطبيقات المجانية في بريطانيا والولايات المتحدة احتدام المنافسة بين الطائر الأزرق وغريمه الجديد، خاصة في ظل محاولة ماسك الاستفادة من صفقته المليارية لشراء تويتر. نجدد عليكم التحية مشاهدينا. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة الجاري تشغيلها من قبل شركة أنتي بوليوشن إيجيبت خلال الفترة المقبلة ستكون هي التكنولوجيا الأحدث عالميا في مجال جمع وإدارة المخلفات البحرية. وخلال جولته التفقدية لمصنع شركة أنتي بوليوشن العالمية لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة باليونان، أعرب الفريق ربيع عن تطلعه لأن تصبح شركة أنتي بوليوشن إيجيبت الجاري إنشاؤها المنصة المستقبلية الواعدة لتقديم خدمات إعادة تدوير المخلفات البحرية للسفن العابرة للقناة وفق التكنولوجيا الأحدث عالمية، وتجسيدا للنموذج المستدام الذي يتوافق مع جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء. كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى الخامس من يوليو الجاري إلى حوالي 4,654,246 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 717,896 طنا عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه ولأول مرة تصل صادرات الموالح المصرية إلى 1,900,000 طن. وأشار تقرير الحجر الزراعي إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، الفراولة والجوافة وأيضا الطماطم والعنب. في إطار دعم الفعاليات الثقافية تنظم مبادرة ابني أديبا إحدى مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عرضا لمسرحية فلوسك إيه حول التنمية المستدامة على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. ويأتي هذا العرض المسرحي في إطار دعم التنسيقية للنشأ. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، حدثنا عن تفاصيل هذه المبادرة. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل أنا الآن متواجد داخل دار الأوبرا المصرية وتحديدا مركز الهناجر، حيث تقام هذه المسرحية وهذه الورشة، ورشة ابني أديبا. هذه الورشة برعاية وتنسيق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تهدف في الأساس إلى بناء جيل مثقف وواعي.
هذا لبناء هذا الجيل يحتاج إلى التدريب منذ صغر السن. لذلك تم جمع الأطفال الموهوبين الذين لهم يعني أمنية في أن يعرضوا مواهبهم المختلفة من التمثيل والثقافة بشكل عام، وتم جمع هؤلاء الأطفال من 5 سنوات حتى 15 عاما ليشاركوا في هذه المسرحية عن طريق تدريب استمر لمدة 4 أشهر أو 4 أشهر ونص. هذه المدة قام بها هؤلاء الأطفال بالتفكير في فكرة لعرض مسرحية معينة، وكانت هذه المرة خاصة بالتنمية المستدامة. ثم بعد ذلك تم وضع الأفكار، وبعد ذلك تم تنسيق السيناريو الخاص بالمسرحية، كتابة المسرحية بشكل كام بإشراف كبير من التنسيقية وبعض الفنانين، ومن أهمهم بالطبع المخرج خالد جلال، وبإشراف أيضا من دار الأوبرا المصرية. تم ترتيب كل هذه الأمور سويا ليخرجوا اليوم بنتاج هذا التدريب الذي استمر 4 أشهر بهذه المسرحية. هذه المسرحية التي تعتبر الخطوة الأولى لهذه المبادرة التي سيتم بعد ذلك إنتاج من بعدها أجيال أخرى حسب المشرفين حول هذه المسرحية وهذه المبادرة، تهدف في الأساس إلى بناء جيل قوي فنيا ثقافيا يستطيع أن يناقش القضايا المجتمعية المختلفة بهدف الوصول لحلول عن طريق الفن، لأن الفن هو من يبني المجتمعات، وهو أيضا من يزرع الذوق العام والأخلاق بشكل عام حسب القائمين حول هذه المبادرة. أيضا المبادرة أيضا تستهدف مسرحيات وفعاليات فنية تهدف للتوعية الثقافية، لا تعتمد فقط ترفيهية فقط، ولكن ترفيهية ثقافية. على سبيل المثال اليوم كانت تتحدث عن التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة للتعامل مع جميع الملفات، سواء ملفات المياه، ملفات التغيرات المناخية، ملفات الصناعة، ملفات الزراعة وغيرها أيضا من الملفات. وخلال لقائي أيضا مع الأطفال الذين شاركوا، كل منهم له هدف خاص، منهم من يسعى للوصول لحلمه عن طريق التمثيل، ومنهم من يسعى لفكرة زيادة التدريب والتأهيل لفكرة مواجهة الجمهور والتعامل مع الأعداد الكبيرة من المسرح، ومنهم أيضا من يسعى لفكر ثقافي وتوعية وتنمية ثقافية. كانت اليوم موجودة هنا في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية. نعم، كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري إلى مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ايه ده، هي مش المسرحية هنا؟ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار رطب نهارا على الخير الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. المتابعة
بتوقعات خبراء الأرصاد مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينشر تقريرا حول إشادة الأونكتاد بالاقتصاد المصري ومصر الوجهة الاستثمارية الأولى أفريقيا في 2022. بوتين يؤكد قدرة بلاده على مواجهة الصعوبات التي تحاول بعض الدول الغربية خلقها بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تؤكد أنه لا ينبغي السماح لأي خلاف أن يؤدي إلى سوء العلاقات بين بلادها والصين.